التطوع لا يقدم خدمات إنسانية فقط، يقدم خبرات، خاصة الفريق الطبي المتواجد ذو خبرات عالية. ففي هذه الحالة نحن بنتبادل خبرات بشكل أفضل، ليس فقط نقدم خدمات للمحتاجين ولكن نقدم خدمات للأطباء المتواجدين في المستشفى حالياً في جيبوتي. أنا جوهر الزعاقي، أخصائية تمريض في قسم وحدة التخطيط والاستعداد للطوارئ والكوارث. وبما أني من مكة وفي فترة الحج الكثير مننا بيجي يتطوع، فأنا من 2016 هذه كانت بداية تطوعي في فترة الحج، وهذا الشيء اللي خلاني أقدم في مركز الملك سلمان للإغاثة حتى أكون جزء من التطوع والمتطوعين في أي بلد كان. وهذه أول مرة أطلع عمل تطوعي خارج المملكة وفي إفريقيا، تحديداً في جيبوتي. جيبوتي أعرفها فقط جغرافياً، ما قد زرتها ولا كنت يعني متوقعة أني ممكن أزور البلد هذه، لكن اللي شفته هنا الناس جداً محتاجة لهذه الخدمات، دولة تستطيع تقدمها، ممكن مو فقط لجيبوتي، لمعظم دول إفريقيا. وهذا عمل مشرف لجميع أعضاء الطاقم الطبي المتواجد حاليا. أنا محمد. وأنا أنا جوهرة. صح جوهرة. أنا فخورة ببلدي وبالمساعدات اللي بتقدمها للدول، فخورة بكوني الامرأة المتطوعة من المملكة بتطلع لمناطق مختلفة ولبلدان مختلفة لتقديم المساعدة. أنا جداً سعيدة بهذه التجربة، وأنصح الجميع يقدم في البوابة العمل التطوعي عمل لا محدود.